هذه الشيله اهدى من نسيم صالح صالح الرازحي ابو رداد الى اخوته عبد الكريم ابو همدان الرازحي وعدنان صالح صالح ابو همام. عانيت في الغربه مؤمن من ثقلي والشوق والاوجاع في حصريا قناه حائر الرازحي للانتاج والتوزيع الفني. عانيت في الغربه مؤمن ثقلي والشوق والاوجاع في القلب هيران جمعي من الغربه على الخد سالي والقهر والصدمه في صدري احزان فراق عز الناس عكس احتمالي ما ذقت من هول الخبر نوم قسوة ظروفي والعناوين شغالي خلتني اقضي ليل ونهاري حيران بعيد من اغلى وطن والاهالي مجبور من وقتي ومن جور الازمان قريب مني وين شد الرحالي يا ليت انا شفته ولو والشوق في قلبي ولاني بسالي من غربتي يا كثر شوقي للاخوان اغلى البشر عبد الكريم المثالي وفي فؤادي شوق للكاف وعدنان دايم صورهم ما تفارق خيالي هم تاج راسي في حياتي لهم شان سلام مني لعيشنا المخالي يوصل لهم من قلب مشتاقي والهون عانيت في الغربة مؤمن ثقالي والشوق والأوجاع في القلب نيران دمعي من الغربة على الخد سالي في صدري احزان فراق عز الناس عكس احتمالي ما ذقت من هول الخبر نوم العيون قسوة ظروفي والعناوين شغالي خلتني اقضي ليل ونهاري حيران بعيد من اغلى وطن مجبور من وقتي ومن جور الازمان قريب مني وين شد الرحالي يا ليت انا شفته ولو كان مكان والشوق في قلبي ولاني بسالي من غربتي يا كثر شوقي للاخوان أغلى البشر عبد الكريم المثالي وفي فؤادي شوق للكاف وعدنان دايم صورهم ما تفارق خيالي هم تاج راسي في حياتي لهم شان سلام مني لعيشنا المخالي يوصل لهم من قلب مشتاق حصريا قناة حائر الرازحي للإنتاج والتوزيع الفني.